أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب في لقاء خاص ببرنامج حوار العرب، أكد أن حرص جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه على احتضان مملكة البحرين للقمة العربية في دورتها 33 هو تعزيز لتاريخ المملكة في احتواء كل ما يهم الأمة العربية والنهوض بالعمل العربي المشترك. حرص جلالة الملك المعظم على احتواء لهذا الحدث في البحرين يعزز أهمية البحرين وتاريخ البحرين في احتواء كل المسائل اللي تخص الأمة العربية باختصار والأمة الإسلامية بشكل عام. فجلالة الملك المعظم الله يحفظه ومساندة رئيس الوزراء ولي العهد رئيس الوزراء يسعون إلى احتضان هذه القمة لأهميته، وبعدين ما يخفى على الجميع أن مثل ما تفضلت أنت قلت أن الوقت مهم اللي يسعون عليه إلى انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت بالذات. أنا متأكد أن في هذا التوقيت وفي البحرين مملكة البحرين بالذات أن بنعكس هذه الصورة اللي تطلع دائما على اجتماعات الدول العربية، وبنطلع ببيان وقرارات مؤثرة على المجتمع الدولي.